تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وذلك على هامش مؤتمر الدول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. خلال جولته استمع رئيس الوزراء لشرح حول مكونات الجناح، حيث أثنى عليه وأشاد بالمطبوعات التي توضح وتبرز جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التصدي ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وموجها الشكر لكل مسؤولي الهيئة على ما يقومون به من جهد كبير في هذا الصدد.